السؤال يا شيخ يقول: هل فسرت يا شيخ أو عبرت رؤى فيها تبشير لنصر سوريا؟ كثير والله الحمد لله. اللي يتابع يمكن البرنامج على القناة يعني مشاهدة من الرؤى التي أذكرها يعني، وأيضا ربما جاء عبر تويتر أنه إحدى النسارات أنها أنه كأنه أسد تقاتل هو وحيوان آخر، لكن سقط الأسد في حوش. تقول بدأ زوجي والأسد يتقاتلان حتى كاد الأسد أن يجهز على زوجي، أن ينتهي زوجي يعني خلاص. تقول فركضت إلى المطبخ وأتيت بساطور وسكين فأعطيتها زوجي. تقول فطعن زوجي الأسد في ظهره. تقول وساعدت زوجي أيضا في الطعن حتى هلك الأسد بعد أن كاد أن يلتهم وأن يغلب زوجي. قلت والله أعلم كانت رؤيا صادقة، هذا الأسد ومن معه حزبه يعني يكاد أن يفتك هذا الخبيث ومن معه بالثورة السورية أو بإخواننا في سوريا. لولا أن الله جل وعلا يكرم إخواننا في سوريا بأن يدعم الجيش الحر بالسلاح وهو الساطور والسكين، فيجهز هؤلاء ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم السلاح إن شاء الله على هذا الخبيث وزمرته.